تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقي سلطان بروناي دار السلام وذلك في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وعرب جلالة سلطان بروناي دار السلام في برقيته عن أحر تعزيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته